ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا مع بعض نشوف نجاوب على أسئلة السوشيال ميديا إزاي عملي. بنقرأ الأسئلة نظري وندرسها ونشوف معظم الأسئلة ونعمل عملية حصر وفرز. والموضوع ده على فكرة والله العظيم بدون مجاملة بياخد مجهود كبير جدا من الإعداد والبروديوسر وحبايبنا على السوشيال ميديا. شوف مغازي الجمهور عايز كذا وكذا وكذا، فتعالوا نشوف المطبق نعمله إزاي النهاردة على مدرسة المغازي بالطريقة البسيطة السهلة. عايز أكل مطبق، مقاديره على الشاشة. عيش صاج، صاج يعني عيش مرجوج يعني شراك، خبز صاج، لحمة مفرومة وبصل وبصل وبيض مسلوق وكرات. بس عايز أقول حاجة مهمة جدا، المطبق في الخليج من غير الكرات مش مطبق. يا سبحان الله والله العظيم بجد. طبعا حضراتكم عارفين ان انا سافرت العالم كله وقعدت بالاخص في السعوديه فتره طويله من عمري، فمشهور هناك جدا في يعني في كل المحلات الشعبيه زي عندنا مثلا كده تلاقوا الكبده الاسكندراني، الكشري، السجق، مشهور جدا المطبق بكل تفاصيله. من غير الكرات ما يبقاش مطبق، كرات مصري كمان. عشان كده اقول لك حتى هو المسمى بتاعه لما نيجي نشتريه هناك بره في اي مكان في الصين في اليابان يقول لك كرات مصري. اهو ده معانا، اهو ده الاساس. ما لقيتوش ما تعملش المطبق. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هاخد اللحمه المفرومه دي في طاسه شديده الحراره على النار اعصجها. يعني لازم يكون عندي لحم مفروم. بس بيعملوا ايه اخواننا بتوع المحلات؟ بيبقى عنده لحم مفروم متعصج، فراخ متعصجة مفرومة، سجق، تشكيلة يعني من الآخر. فأنا جاي على بالي أعصج اللحمة مع حضراتكم كده على ما نشوف إزاي نعمل المطبق مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. بحط البصلية على النار، اللحم المفروم الخشن، وص الجزار يقول له عايزة فرمة خشنة مش فرمة ناعمة. أما فرمة خشنة لو أنا هعصج لحم مفروم لمكرونه بالبشاميل او المطبق بالشكل ده كده. نسيب اللحمه على النار، واقول لك على تركيه حلوه ده تخليك اللحمه دي تفك بسرعه وانا شغال مع حضراتكم كده واحده واحده. خليها قدام عينك كده تاخد ريحه البصله، ونحط فص ثوم طبعا. لما نيجي هنعمل مطبق في بعض برضو المحلات مش هيعصج لك لحمه وانت واقفه، الحاجات دي بتبقى جاهزه متحضره زي الفل. تعالوا نشوف الكرات بتاعنا المفروم ده، كرات مصري. بنشول الرز دي كده، ينصحك تشيليها لان طبعا الكرات من الضرنيات اللي ممكن الرز دي فيه اتربه فيه رمال مع جو الشتاء، فيعني نشيلها ونريح راسنا منها. ناخد بقيه الكرات كده بالسكينه. بتعملي فلافل لازم كرات مصر، بتعملي مطبق لازم كرات مصر. والطعميه على فكره والطعميه بتاعتنا بالذات من غير برضو الكرات المصري لا طعم ولا رائحه ولا شخصيه بجد سبحان الله. نعم يا غالي، لا ما ينفعش. دايما انت السؤال بتاع مخرجنا الجميل فاروق يقول لك طب ينفع ده بدل ده؟ ينفع في حاجات حاجات، يعني بيقول لي ينفع عروق البصل الاخضر بديله للكرات؟ مش نفس الطعم. عروق البصل الاخضر طعم والكرات المصري طعم، خلي بالك ده مهم جدا. الكرات معانا ده كده هنخليه معانا. الله، ولازم يتغسل كده ويبقى رايق كده زي الفل. يا سلام لو حطيتي على الكرات ده شويه طماطم متقطعين مع زيت زيتون وعصير ليمون، احلى طبق سلطه، سلطه الطماطم بالكرات. زي الفل زي ما هو كده، مش هحط عليه حاجه، خليه معانا. حلو الكلام. ومعايا كمان بصلايه حلوه زي دي كده، باخدها جوليان. بإيديا كده، ده مهم جدا قبل ما احطها على الكرات. يلا بينا. شوف
شفت الاساسيات دي مطلوبه. حلو، نقلب الكرات مع البصل. الله عليك يا عم الشيف، وانا شغال اهو. وهو تحط اي بهارات ولا اي حاجه، خلي بالك. طيب هنيجي مع بعض نشوف اللحمه اخبارها ايه. الله، هقول لك بقى التركايه الحلوه اللي تخلي لك اللحمه دي تفك منك بسرعه. تعملي بولونيز، تعملي مكرونه بشاميل، تقعدي يعني تتعبي في التقليب، واللحمه تلاقيها خدت شكل منك كفته وانت في قلب الحله كده من غير ما تاخدي بالك. تقومي تعملي يا ست الكل شقشاء ميه مغلي. الله عليك يا عم الشيف وتركتك. شويه الميه الحلوين دول. بس هتعمل ايه الميه دي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام. الميه دي هتديني بخار. نتيجه تباخر البخار في قلب اللحمه هيفكك اللحمه من بعضيها ويفكها من الدهون. ونسيبها على النار واحنا شغالين مع بعض. زي خليها زي ما هي كده. هناخد الخبز بتاعنا، نعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه بقى. ده خبز اسمه اسماءه مختلفه يعني، عشان لما نسافر او ان احنا نيجي نشتريه بيسموه في السعوديه خبز بر. بر يعني بيتعمل من دقيق البر، الدقيق الاسمر. ده خبز بر. بيسموه في الاردن خبز الشراك، المسمى بتاعه ده اساس اللي هو يتعمل بيه المسخن. المسخن لازم العيش ده، حلو قوي. يسموه بعض الدول العربيه خبز صاج. اخواننا الشوام يسموه خبز صاج. احنا هنا في مصر لما نيجي نشتريه من عند المحلات يقول لك الخبز السوري. ده مكوناته ايه يا عم الشيف؟ دقيق، كوبايتين دقيق مع كوبايه دقيق اسمر، رشه ملح، معلقه زيت، ماء دافي. يتعجن من غير خميره، يتعجن ويتجاب قصعه او طاسه مقلوبه تحت منها نار هاديه جدا. تسخن الطاسه، بنملس عليها بالزيت، نفرد العجينه دي يا عم الشيف ونبدا نسويها على الطاسه اللي هي المقلوبه. خلي بالك انا بقول التفاصيل دي عشان لو عايزه تعملي في البيت سهل جدا، كانك بتعملي عجينه بان كيك بس على حجم كبير. دقيق ورشه ملح، رشه سكر من غير خميره، وميه دافيه. بنعجن العجينه ونسيبها على جنب ونقطعها ونقصتها صغيره كده قد البيضه بزيت تتفرد، وبعدين نخبزها على الطاسه او اللي هي القصعه المقلوبه اللي تحت منها نار هاديه جدا. زي الفل. هنشيل دي من هنا. اخبار اللحمه ايه؟ ورينا بقى يا عم الشيف الفهلوه بتاعتك. اللهم صل على النبي. بص على اللحمه اهي، فكت اللحمه ولا ما فكتش؟ اهي بص على طول بدرسها اهي. بتفكيها من بالميه السخنه بالشكل ده كده. بقت عندك مفروم معصج، بنحط عليه صوص طماطم اذا انت حابه. عايزه تخليه زي ما هو كده مفيش مشكله، بس يفضل تبريده قبل ما نحطه على الكرات او نحطه في الحشو بتاع العيش، لانك لو حطيتي اللحمه دي وهي سخنه ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ هتدوب لك اللقمه. نحط البهارات بتاعتنا، بهارات ملح، فلفل، بابريكا، حط بهارات شرقيه عادي، حبهان اللي هو الهيل، ونقلب اللحمه بتاعتنا كده. الله، هناخدها زي ما هي كده ونحطها على جنب تبرد، ونخش في الطبق التاني. مش هشتغل في المطبق دلوقتي غير لما اللحم المفروم ده يبرد. ده مهم جدا على فكره. بس نخليه على جنب. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشتغل في المطبق. وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بحب الاطراف بتاعت اللقمه، اشيلها ازاي؟ وانا واقف كده. على فكره لقمه المطبه دي او الفطيره دي انا بحبها، بيبقى فيها فوائد كتيره قوي، وخاصه المدرسه بتاعتي. اخواننا لما بيجوا يعملوه في بعض المطاعم
بيبقى عندهم افران، ما تعرفش تصفر لي كده بقى وتخيل. حلو، بيبقى عندهم افران، الافران دي بتعمل ايه؟ بتبقى جاهزه لكده. فانا مش هقول لك هات فرن بالشيء الفلاني عشان تعملي اكله زي دي كده. يعني بيبقى البيض ني بيتحط على اللحم او الفراخ ويخش فين؟ عارفه انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد كده الخبز ده كده بالشكل ده كده، وباجي على الاطراف دي كده بقطعها بالسكينه وانا واقف كده زي الايه؟ زي الفل. اه، لان الاطراف دي بصراحه لما تقدميها مش تبقى لطيفه. بس خلصنا من دول. حلو، نعمل تاني شويه كمان مع بعض. اللي ما خدش باله من الاولى، بتعملي سندوتشات شاورما للاولاد، بتعملي سندوتشات طعميه للاولاد، بتعملي فاهيتا للاولاد سندوتشات بالعيش ده، الاطراف بتاعته غير مرغوب فيها لانها بتبقى عجينه، وعجينه بتشد كده مش لطيفه حلوه، بتبوظ المود والواحد بياكل، خاصة لما تبقى اللقمة طرية ومقرمشة تحت سنانه ويفاجئ في الآخر في إيه؟ حاجات زي إيه؟ الأطراف دي. أه، بس أخلص منها أهي كده. دول ثلاثة مع بعض، باخدهم كده زي ما هما، أحطهم كده بشكل مثلث، كمان مرة، كمان مرة، وآخد السكينة بتاعتي وأجي هنا كده. ليه يا شيف؟ عشان ما نخسرش كتير من اللقمة بتاعتنا. وخليناهم على جنب. ايه الاخبار هنا؟ الشوربه اهي. حاضر يا فندم، شيل لك الغطا. تعالوا مع بعض نعمل ايه؟ واحده مطبق. هناخد لقمه زي دي كده، ونجيب لقمه تانيه نقطعها نصين، واحنا مع بعض كده. شوف انا هعمل ايه دلوقتي. النص ده خليه على جنب، واخد النص ده كده احطه بالشكل ده كده، يبقى شكل دايره يعني من الاخر. ابدا بقى احط الحشوات اللي انا عايزها. معايا لحم مفروم، الله، اهو معايا الكرات الجميل الحلو بالبصل. زي ما قلت لحضراتكم، بعض المحلات اللي بتقدم المطبق ده بتقدم معاه بيض ني، بس الكلام ده بيبقى له افران عشان البيض يستوي بسرعه. انت ممكن تعمليه مفيش مشكله في طاسه، بس انا بريحك وبديكي نفس الغرض. ده بيض مسلوق في قلبها كده زي الفل. اه، زي ما انا شغال كده. شويه الخضره، شفت المدرسه بقى ايه اللي هتحطه ده؟ عم شايف مكعب زبده، دي الشقاوه هنا بقى. ومعايا طاسه بتسخن على النار شديده الحراره، شويه البهارات الحلوين، البيض اللي انا بحبه كده، بحب الفلفل الاسود. شفت هعمل ايه بقى؟ واخد اطراف الخبزه اللي انا حطيتها في الاول والف الدنيا دي كده مع بعض اهو. الله عليك يا عم الشيف، درجه حراره الطاسه هنا شديده، خلي بالك. اهي دي لقمه، نعمل لقمة تانية مع بعض واحنا شغالين. يلا بينا. اه، واحدة هنا، النص التاني فاكرينه اللي معايا ده كده، باخد مثلث كده بالشكل ده كده، مثلث تاني العكس عشان تديني شكل دائري. اللحم المفروم بتاعنا، الكريات المصري مع البصلة الجميلة الحلوة. ممكن على فكرة نحط بدل البيض ده بيض ني، زي ما قلت لحضراتكم تاني بكررها عشان اللي بيتابعوني في الخليج دلوقتي يقول لك الشيف المغازي حط البيض المسلوق في المطبق وكده غلط في المطبق، أهان المطبق. المطبق يتحط فيه بيض ني مش بيض مسلوق. معاك حق. فلفل أسود، كل حاجة ممكن تفكر فيها وانت قاعد بتشوفني أنا بجاوبك عليها. حلو، ممكن نحط بابريكا زي ما احنا عايزين. اه، يقفلها كده. اه، مكعب الزبده، انا اسف معلش. ليه مكعب زبده يا عم الشيف؟ ده لما يسيح جوه الخليط الحلو ده كده تاكل صوابعك. اه، يقفلها القفله دي كده
شفتي التانية دي؟ اه هي دي كده اهو. الله، هي دي اهم. ده هنا مفيش كفر، الكفر تحت، فالكفر ده كده بيديني كفر تحت وفوق اهو بالشكل ده كده، ونخليه على جنب كده. انا عملت اتنين. في الطاسه بتاعتنا فيها زيت، وناخد المطبق الحلو ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، تمام. وناخد واحد تاني كمان، الصينية تاخد معانا واحد تالت، ناخد معانا واحد تالت. ايه رايك في واحدة كمان مخرجنا الجميل؟ أنا عارف عجبتك اللعبة. يلا نقطع دي نصين. نعم يا غالي، فكرة. أنت دايما بتاع الأفكار. بقول لي ايه رايك يا شيف نجيب عيش من العيش الصاج، العيش الشامي، ونحطه مع اللقمة دي. ده يفصل المود يا غالي. ليه بقى؟ العيش ده طعم والعيش التاني طعم. قصدك على العيش اللي هو العيش الشامي، العيش السوري اللي هو ده؟ لا، انا عايزك تستخدمها كلها كده مع بعضيها، ايه بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه شويه الكريات مع البصل الحلو ده كده في قلبيها، البيضه الحلوه دي كده. شفت انا بقطعها ازاي اهو على الوش كده. الله عليك، بروتين. مكعب الزبده التركي، الا مكعب الزبده ده كده، مع رشة البابريكا الحلوة. ونقفلها كده. شوف صباعي فين؟ ولمها كده زي، واضغط عليها كده. بنسيبه على النار، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل يا عم الشيف نشوف مع بعض هنعمل ازاي الموز المقلي. شفت انا بعمل ايه اهو؟ عشان ما تحطش ايدك تتعور. الضغطه دي مهمه جدا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، والصوره على الشاشه تعني مليون كلمه، ليس كما تقول الصحافه ولكن على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. بالفعل مطبق بمدرسه المغازي بافكار بسيطه وسهله. نشوف تفاصيله. اللهم صل على النبي. انا احب القرمشه. ايه رايك في الجو الحلو ده كده؟ اخواننا السوريين، اخواننا الشوام في الاردن بوجه لهم تحيه كبيره، في الشام بوجه لهم تحيه كبيره. طريقه عمل المسخن بزيت الزيتون بتبقى لطيفه وجميله، نفس المدرسه دي. هنخليهم على النار لان عايز احمرهم شويه، وهقدمهم لحضراتكم دلوقتي مع بعض، وهنشوف هنقدمه ازاي. ايه عدله؟ ممكن سلطة الزبادي بالخيار، ممكن فتوش، ممكن تبولة، بتقدم بيبقى لطيف وجميل. ولكن خلونا مع بعض نعمل الموز المقلي الكريسبي بطريقة بسيطة وسهلة. نشوف نعمله ازاي سريعا مع بعض. المقادير على الشاشة. بساطة، سهولة، مرونة. طريقة عمل الموز الكريسبي بأفكار بسيطة وسهلة، وليس عليه اعتراض من أطفالك الحلوين. المقادير: موز مستوي لسه ما استواش، مفيش مشكله، معانا كوبايه دقيق، شويه فانيليا، بيضه، وما ننساش طبعا معانا شويه بقسماط او رقائق الذره موجوده معانا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ومعانا زيت بيسخن على النار. حلو الكلام. اول حاجه هبدا بيها خفق البيضه جيدا مع قليل من الفانيليا. تسلم ايدك يا عم الشيف. وشوية حليب. ومع شوية الحليب قليل من الدقيق والنشا. نعم يا غالي، عينيا. حالا دورت هوريك حاجة حلوة. الخليط ده مهم جدا. دقيق، بيض، حليب، نشا. دقيق، بيض، حليب، نشا. هتحتاج مني شوية نشا تاني، ونقلبه. ما ننساش الفانيليا. ونخلي الخليط ده كده خلاص. ناخد دول نخليهم هنا عشان عايزين نشيل المطبق من النار.
اخبار المطب ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. المال الحلال ربك حميه. انا عايز الحمار ده. حلو. معانا الطاسه بتاعتنا او معانا البلانشه بتاعتنا. هنقدمه هنا يا شباب على نفس البلانشه دي. اه. اللهم صل على النبي. يلا بينا. عايز اوريك التفاصيل انا. اه. الله. وولادك اكلوا وعملت عشوه حلوه للاولاد لطيفه وجميله. نشيل دي من النار ونيجي هنا كده. سمع سمع الصوت ده كده. الله. سمع الصوت ده كده. الله. اه مطبق حط كده. الف هنا وشفا. اه شفت ازاي. اه نشيل دي كده. اه في البيض، في اللحمه المفرومه. ولادك مش حابين لحمة مفرومة، ممكن تعمليه بالفراخ، ممكن تعمليه بالجمبري. تهزر يا شيف. اه اللي بقولهولك ده عن خبرة. اه دي سليمة زي ما هي كده. هو ده، ده عدله زي ما قلت لحضراتكم. شوية سلطة الزبادي بالخيار، ممكن تعملي معاه سلطة التومية تبقى لطيفة وجميلة. تقدمي معاه جات خضرة من الجرجير، من الفجل، من الخس، زي ما انت عايزة.